اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، حلقه جديده من برنامجكم اليومي برنامج همزه توصل. على مدار الساعه تقريبا نتناول ثلاث فقرات كما تعودنا يوميا. الفقره الاولى في حلقه اليوم ستكون حول حقيقه خبر والشائعات التي اعتدنا عليها، اصبحت خبزا يوميا تقريبا على مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الاعلام. وايضا الفقره الثانيه ستكون حول أبرز الموضوعات تناولا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتأكيد الموضوع الأبرز في هذه الأيام هو العيد 68 للشرطة وإلقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكلمة الأمس بالأمس، كلمة احتفالا بالشرطة والتأكيد على التلاحم الذي لا ينفصل أو يتجزأ بين رجال الشرطة والشعب المصري. والفقرة الثالثة كما تعودنا يوميا أيضا ملف الحلقة، وملف اليوم سيكون حول بدء الأوكازيون الشتوي في 27 من يناير. نبدأ مع الفقرة الأولى وحقيقة خبر والشائعة التي أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بعد الفاصل تابعونا. شائعات اليوم، دائما المتآمرون يجتهدون في اختلاق أسباب أو موضوعات أيا كانت قابلة للتصديق أو غير قابلة، المهم هي فكرة إشاعة البلبلة بين المواطنين وأجهزة الدولة. مشاهدينا الكرام، الشائعة اليوم تتحدث حول محافظة شمال سيناء ومدينة العريش، والشائعة تقول أو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول أزمة وقود في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. نفت وزارة البترول والثروة المعدنية تلك الأنباء جملة وتفصيلة، موضحة أن جميع المواد البترولية متوفرة في مختلف أنحاء المحافظة بشكل طبيعي، وأكدت أن محطات الوقود في المحافظة تعمل بكامل طاقتها ويتوافر بها كافة المنتجات البترولية وفق الأسعار المعمول بها في السوق حاليا. شددت على الأهمية التي تريها الدولة لهذه المحافظة وباقي محافظات القطر، والالتزام الكامل بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين وتوفير جميع المستلزمات من الوقود والمحروقات. ومشاهدينا، مزيد من المتابعة والتفصيل حول حقيقة هذا الخبر ونفي هذه الشائعة ينضم إلينا هاتفيا أستاذ كمال ريان الصحفي المتخصص شؤون مجلس الوزراء. أستاذ كمال، بعد التحية، يعني كل يوم بنستيقظ على شائعات جديدة. شائعة اليوم تتحدث عن نقص للوقود في مدينة العريش محافظة شمال سيناء، يعني تفاصيل أكثر من حضرتك. نعم، يعني وبالفعل يعني ماكينة الشائعات دائما تستهدف المواطن المصري وتستهدف زعزعة الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة. النهاردة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء رصد حوالي 14 شائعة على مدى الأسبوع استهدفت المواطنين، ومن ضمنها هذه الشائعة التي يعني قام البعض بمشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة، والتي تتحدث عن وجود أزمة وقود في محافظة شمال سيناء. الحقيقة وزارة البترول نفت تماما زي ما حضرتك أشرت، وأكدت أن جميع المواد البترولية متوفرة في مختلف أنحاء المحافظة بشكل طبيعي، وأكدت أيضا أن محطات الوقود بتعمل بكامل طاقتها وبتتوافر بها كافة المنتجات البترولية وفق الأسعار المعمول بها في السوق المصري. نعم. أيضا الوزارة أكدت على أن هناك أهمية توليها الدولة لمحافظة شمال سيناء، وطبعا كلنا كمواطنين نستشعر الأهمية التي توليها الدولة لتوفير كل الخدمات لمواطني شمال سيناء. وكان فيه الحقيقة شرح مفصل من وزارة البترول للمشروعات الجديدة اللي بيتم إنشائها لتطوير ورفع كفاءة الوحدات إنتاج البترول في مختلف المحافظات، الإسكندرية والأليوبية وأسيوط والسويس، وفي 6 مشروعات أيضا بيتم إنشاء في عدد المحافظات الأخرى. طبعا كل هذه المشروعات واللي تم رصدها بالتفاصيل وبالاستثمارات اللي بتوضع فيها بتؤكد ان الدوله بتوفر كل المنتجات البتروليه، بالعكس يعني بعكس ما تقول شائعه، في تطور مستمر، في زياده مستمره في المنتجات البتروليه، ولا يوجد اي نقص لا في محافظه شمال سيناء ولا في اي محافظه اخرى. نعم، استاذ كمال ريان الصحفي المتخصص شؤون مجلس الوزراء، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. وبالتاكيد ما يطلق من شائعات أو من أكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي
الكثير منها ليس له أي أو أدنى صلة بالواقع، والكثير أيضا لا يقبل عقل مدينة ومحافظة شمال سيناء تحديدا، بل وسيناء بأكملها تجري فيها عمليات تنمية مستدامة ومليارات تنفق هناك، فليس من المعقول أن يتم نقص لأي شكل من أشكال احتياجات مواطني سيناء أو كافة المحافظات. مشاهدينا الآن مع فقرة الأكثر تداولا وتناولا على موقع التواصل الاجتماعي ترند، وكما أوضحت في مقدمة الحلقة العيد 68 للشرطة، كل عام ورجال الشرطة ومصر وشعبها دائما في استقرار تام وبكل خير. وأذهب إلى زميلتي آلاء حامد لمزيد من التفاصيل. مساء الخير آلاء. مساء الخير محمد، وشكرا لك، ومساء الخير أيضا مشاهدينا. وبالطبع الموضوع الذي يحتل الترند على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا موقع التغريدات القصيرة تويتر هو الاحتفال بعيد الشرطة 68، وكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس في هذا الاحتفال، والذي أكد فيها على أن مصر تحولت إلى واحة للأمن والأمان والاستقرار، وذلك في بضع سنوات قليلة الماضية، كما نتابع مع حضراتكم على الشاشة الآن مقتطفات من كلمة السيد الرئيس بالأمس. وأيضا ركز من يرتدون مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا تويتر على اجتماع السيد الرئيس أيضا بالأمس مع المجلس الأعلى للشرطة، وتأكيد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على جهود الشرطة في استتباب الأمن والاستقرار في مصر رغم تعاظم مخاطر الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي. أيضا كما نتابع هنا جانب من الكلمة، وفي نهاية هذه الاحتفالية بعيد الشرطة المصرية 68 بالأمس كان هناك أيضا تكريم لعدد من أسر شهداء الشرطة، بالإضافة أيضا إلى تكريم لرجال الشرطة الحاليين المتميزين الذين لا يألون جهدا في ضبط الأمن والأمان وتحقيق الاستقرار في الوطن، كما طبعا نلاحظ على مدار السنوات القريبة والقليلة الماضية بعد حالة طبعا من الفوضى وعدم الاستقرار في السنوات التي سبقتها. وبالطبع هذا هو ما ينعكس على استقرار في كل المجالات، بداية من مجال الأمن والأمان ومحاربة الإرهاب. نتابع مع حضراتكم بالطبع هذه الكلمة، كلمات من أو مقتطفات من هذه الكلمة، وبالطبع تابعناها على شاشة النيل للأخبار بالأمس. مشاهدينا ما زلنا معكم هنا على مواقع التواصل الاجتماعي، في المرة القادمة سنكون على صفحة البرنامج وموقع الفيسبوك، ومشاركاتكم حول موضوع الحلقة الذي نتعرف عليه في البداية مع محمد سليمان. إليك محمد. شكرا لك آلاء. ليس في عيد الشرطة فقط، بل وفي كل حين أبدا لن ينسى الشعب المصري الدور الذي يقوم به رجال الشرطة والتضحيات التي قام بها العديد من رجال الشرطة عبر التاريخ وفي الفترات والسنوات الأخيرة. كل الدعاء بالرحمة لشهداء الشرطة، والصبر والسلوان، تمني الصبر والسلوان لأسر الشهداء من رجال الشرطة أو القوات المسلحة. عاشت ودامت مصر دائما في خير وأمن واستقرار بفضل الله، ثم بفضل هؤلاء وبتلك التضحيات. مشاهدينا الآن حلقة اليوم تدور حول موضوع الرئيس وموضوع الأوكازيون الشتوي الدائما الذي دائما ما ينتظر في هذه الفترة تحديدا. هذا الأوكازيون، هذا العام، ما الجديد فيه؟ ما هي الضوابط والإجراءات التي تضمن وجود معروضات جديدة؟ كيف يتم تعامل المواطنين مع الأوكازيون؟ وكيف يتم تعامل أيضا التجار مع وزارة التموين والجهات المعنية بتنظيم هذا الأوكازيون الشتوي؟ تساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع، من ثم سؤال حلقة اليوم سيكون: كيف يسهم انطلاق الأوكازيون الشتوي في تنشيط حركة التجارة الداخلية؟ أعيد السؤال مرة أخرى على حضراتكم: كيف يسهم انطلاق الأوكازيون الشتوي في تنشيط حركة التجارة الداخلية؟ دائما ننتظر المشاركات والمقترحات التي تصلنا من حضراتكم على مواقع التواصل الاجتماعي همزة وصل اي جي على الفيسبوك، تويتر، سكايب، انستغرام. ولكن قبل استقبال المداخلات الهاتفية والتعرف على الآراء التي وصلتنا من حضراتكم، دعونا من خلال فصل معلوماتي قصير نتعرف على المزيد حول هذا الأوكازيون، ثم نبدأ استقبال المداخلات. تابعونا.
بالتأكيد مع بدء الأوكازيون الشتوي هناك ملاحظات بالفعل رصدها الكثيرون أن سعر الدولار منذ تحريك سعر الصرف تراجع، إلا أن الأسعار لم تتراجع. الحكومة بدورها تقوم بطرح الكثير والكثير من المنتجات والسلع التي يحتاجها المواطنون. هذا الأوكازيون هو ضمن المساهمات والدور الذي تقوم به الحكومة من أجل التخفيف من الأعباء على المواطنين، وأيضا من أجل فتح أفاق لتداول وتحريك التجارة الداخلية بالنسبة للتجار. لكن يبقى السؤال، هل سيحسن التجار في مصر استغلال هذا الأوكازيون لاستعادة الحركة إلى الأسواق واستعادة الثقة فيما يطرح من منسوجات أو ملابس أو ما كل ما يطرح عموما في هذا الأوكازيون؟ هل سيكون المواطن مقبلا على هذا الأوكازيون نظرا لما فيه من وسائل وعوامل جذب هو يحتاجها بالفعل في هذا التوقيت؟ هذا ما سنتعرف عليه والكثير والكثير من خلال المداخلات الهاتفية، وأبدأ في استقبال هذه المداخلات. سيكون مع الهاتف سيادة اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، ودكتور رامي فهيم الخبير الاقتصادي. أبدأ مع الدكتور رامي. دكتور رامي، بعد التحية، يعني مع عرض واتخاذ خطوة الأوكازيون الشتوي من قبل وزارة التموين، يعني أبدأ بداية في التعرف على أهمية هذه الخطوة في هذه الفترة تحديدا. يعني مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. أهمية النقطة دي، إحنا في مرحلة يعني في مشاكل اقتصادية كبيرة جدا بتواجه مصر وتواجه العالم كله. فإحنا طبعا بالنسبة فيما يخص مصر، بالنسبة لنا إحنا في ده كساد اقتصادي العالمي، نتكلم على مصر. نعم. إحنا طبعا في الفترة دي كلها إحنا كنا شغالين على البنية التحتية في مصر، وبنشتغل على الفترة اللي جاية. زي ما الرئيس كان بيقول، يعني خلونا معانا بس 30 دول لغايه لما نبدا نظبط اللي احنا نبدا نستقبل الاستثمارات الخارجيه كلها على الدخول لافريقيا ومواجهه الازمه الكبيره. المواجهه اللي احنا ندخلها مع بعض، طبعا الناس كلها ابتدت السيوله تقل في الايدين، وابتدت الناس تبدا تشوف ما لسه ما شافتش حقيقه ما حدث في الاصلاح الاقتصادي المصري. لا دكتور، معلش يعني عذرا للمقاطعة، يعني خلينا نفصل ما بين الأمور. مسألة الإصلاحات في الاقتصاد المصري، هناك شق كبير تمثل وتبين وتأكد على أرض الواقع، المشروعات، الطرق، الكباري، الكهرباء اللي كانت يعني خدمات وبنى تحتية. تمام، خلينا نتكلم في الجزئية اللي هي تتعلق مع تحريك سعر الصرف. ارتفعت بطبيعة الحال أسعار المنتجات، ومن ثم أصبح المواطن مكلف بأعباء كثيرة. هنا جاء خطوة الأوكازيون، يعني أهمية هذه الخطوة تأثيرها على المواطن في هذه الفترة. تفضل. دي عادة حضرتك بتبقى وسائل بالنسبة لنا لتحريك الأسواق بعد مرحلة ركود شوية، حركة الأسواق بتاعتنا، وبنقدر يكون فيها نوع من ضبط الأسعار. احنا المشكلة إن في بعض التجار خرجوا عن النطاق العقلانية فيما يخص التسعير. صحيح. واتجهوا إلى أرقام مبالغ فيها جدا. حتى احنا النهارده لو حضرتك بتبص على سوق الخضار، حتى البسيط، سعر الطماطم بكره حضرتك تلاقيه من اول 2 جنيه في سوق العبور الى 2 جنيه ونص 3 جنيه في بعض الاسواق العاديه، الى تلاقيها ب 7 و8 جنيه في الاماكن المرتفعه الدخل شويه وكده. فبالتالي احنا عندنا كذا سعر بيبقى موجود داخل السوق، يعني لازم يكون في اليه لضبط الاسعار. بالتالي احنا هنا لما بنبدا نتكلم عن ان في مشاكل في تسعيرات مختلفه وكده، طبعا احنا بنتكلم برضه في الكازينات النهارده هتتعمل خصوصا على الملابس والكلام ده كله بعد ركود تم في الكام شهر اللي فاتوا، فده تحريك للسوق وطريقه لضبط الاسواق ولضبط الاسعار، بحيث ان المواطن يقدر ما يحسش ان هو يعني لما يلاقي كذا سعر في النص هو بيبقى متلخبط. نعم. خصوصا دي مش حاجه استخدام يومي، يعني النهارده ده مش اكل باكله يوميا او كده، ده مثلا بتبقى حاجات يعني من اول لبس وكده الى سلع معمره وكده. فبالتالي هنا ده بتبقى فتح للاسواق وطريقه لضبط الاسواق. مصلحه يا دكتور، مصلحه مزدوجه، يعني التجار المفروض يستغلوا هذا الاوكازيون، ربما المنفعه تعود على التجار يعني بلغت هتبقى اكتر من المواطن، لان هناك زي ما حضرتك اوضحت واشرت هناك حاله من التحريك. يعني كيف يستطيع التاجر استغلال هذا الاوكازيون في تحريك المياه الراكده في البضائع اللي عنده قبل ان تتلف؟ يعني الاهم من ده كله ان التاجر كمان هيكسب. هو التاجر النهارده المشكله لما بيرفع في السعر
هو بيبيع ساعات بيبيع بعض من اللي كان بيبيعه مثلا 10-15% من قبل كده بسعر اعلى بكتير بربحيه اعلى، ولكن الكم الكم يعني هو مش الكيف بقى، الكم اللي هو بيبيعه نزل تحت تماما. تمام. هو النهارده احنا بنحاول دلوقتي يعني نجد بعض العقلانيه في التجار، خصوصا ان احنا ما بنتكلمش عن سلع ضروريه 100% الانسان ما يقدرش يعيش من غيرها اليومين دول. نعم. خصوصا كمان الشعب المصري كان نوع برضه من الثقافه، كان في عندنا ثقافه يعني كانت مشكله عندنا الاهدار الشديد في الاستهلاك، فاصبح عندنا ثقافه النهارده عن الاستغناء. صحيح. طيب ازاي نخلق حلقه وصله يا دكتور ما بين التاجر وما بين المواطن لاستفاده الطرفين؟ هو ده دلوقتي بقى اللي احنا بنتكلم عن الاوكازيونات اللي بتتعمل، المعارض اللي بتتعمل، ابتدينا نجد النهارده في سوق مختلف النهارده عن ان انا انزل بوتيك واشتري او محل واشتري، النهارده بقى في البيع من خلال الانترنت، بس ده طبعا مشكله ثانيه اللي انا بواجه فيها ان انا ما عنديش الرقابه اللي موجودة على البضاعة اللي بتتباع من خلال الإنترنت. فالنهاردة التجار من مصلحتهم هم نفسهم إن هم يدخلوا ويشاركوا في المعارض دي ويشاركوا في الأوكازينات بأسعار عقلانية جدا، وما نفتحش الجزء بتاع اللي احنا مش عارفين نعمل عليه كنترول. طيب ومن ناحية الجودة والمقاييس والمعايير للمنتجات المعروضة في الأوكازيون، يعني هناك بعض التجار بالفعل يعني للأسف بيتحايلوا في هذه الفترة وبيعرضوا بعض المنتجات اللي مر على تخزينها فترة طويلة، يعني النصيحة اللي توجه للتجار لكسب زبائن يعني. النهاردة خلي بال حضرتك الوسائل الاتصال الاجتماعي اصبحت بتفضح اي حاجه، يعني منتج لما بيكون فيه سيء رغم انها ساعات اسامي كبيره بتلاقي حضرتك حمله كبيره جدا داخل الموجوده على الفيسبوك والوسائل الاتصال الاجتماعي الموجوده. فبالتالي النهارده هو مش من يعني ان السوق وصل الى مرحله انا مش هقدر اضحك على السوق، لو ضحكت مره اتنين بتفتح بخرج بره السوق. فمش من مصلحة التاجر في المرحلة الحالية ان هو يضحك على حد، بل من مصلحته ان هو يقدر يعني في جزء في التسويق اسمه براند لويالتي، يبقى عندي ولاء للمنتج. ولاء للمنتج ده ما بيتعملش من مجرد يعني انا اسف اللفظ ان اقول خد البطة واجري، هو انا ده بيتبني على ان في ثقافة اللسان الودن، ان انا بتكلم من هنا وفي ده بيسمع وده بيسمع يقدر تشوف الحاجه دي. ده انا رحت جبتها النهارده، ابتدينا نسمع كلنا، ما بقاش النهارده حضرتك بتدخل تشتري ومش مهم يا سيدي 10 جنيه تحت هنا ولا 5 جنيه تحت هتلاقيها اقل هنا، لا النهارده ابتدت الناس تسمع وتروح وتشوف وتنزل وتدور. السوق النهارده تثقف يعني. اذا دكتور تمام، لابد ان التجار يستغلوا هذه الفرصه للترويج وتحريك البضاعه والمياه الراكده في الاسواق. عموما ارجو ان تنتظر معي دكتور رامي، واذهب الان الى الاستاذ محمود عسقلاني رئيس جمعيه عفوا مواطنون ضد الغلاء. استاذ محمود بعد التحيه، يعني مع بدء الاوكازيون ما هي الاجراءات التي ستتخذ من قبل سواء وزاره التموين او جهاز حمايه المستهلك من وجهه نظرك لضبط الاسواق في هذه الفتره وتحقيق المصلحه للطرفين؟ وطبعا الاجراءات اللي بتجري كل عام معروفه، انه وزاره التموين عندنا قطاع التجاره الداخليه وعندنا جهاز حمايه المستهلك هينزلوا يراقبوا على الاوكازيون ويشوفوا هل بيتم بالفعل تطبيق التخفيضات اللي اتفق عليها المتقدمين لهذا الاوكازيون قبل فتح الاوكازيون او لا. هو ده الكلام اللي بيجري الان، وطبعا بيتعمل لهم محاضر اذا كانوا مخالفين لهذه القواعد او هذا الاجراء، وبالتالي ممكن كمان يحرموا من دخول الاوكازيون السنه اللي جايه. لكن خلينا نتكلم بوضوح شديد، هل احنا مؤهلين في هذا التوقيت ان احنا نعمل اوكازيون؟ مؤهلين جدا، لان الظروف الاقتصاديه في هذا التوقيت وحاله الركود اللي عليها السوق تستدعي من التجار والمنتجين انهم يحركوا السوق بشكل قوي بحيث انهم يخلصوا من البضائع اللي موجوده عندهم ويستنفذوها تماما، خاصه لو قعدت في المخازن السنه القادمه ممكن يبقى في اعباء فيما يتعلق بالتخزين وفي اعباء. هنا يا استاذ محمود هتوصلني لنقطه، يعني ايه ضمانات ان المعروض يكون جديد وليس تالفا؟ يعني
هو طبعا ده الكلام اللي احنا بنتكلم عليه، فكره انه يجي تفتيش من وزاره التموين وتفتيش من جهاز مالية المستهلك يتابع الاجراءات ده، ده 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 كلام بالغ الاهميه، ويجب ان احنا ندفع في هذا الاتجاه، لانه انا شايف برضو السوق السنه دي في ازمه. يعني خليني اقول لك انه الناس كلها بتشكي ضعف القوى الشرائيه، بالتاكيد صحيح. في ضعف القوى الشرائيه، وفي على الجانب الاخر احتياجات ثانيه. يعني انا اقول لحضرتك على حاجه طبعا. انا نزلت وكاله البلح من قيمه اسبوعين، وحتى عملت لايف من هناك، بيبيعوا قطعه الملابس بخمسة جنيه لواحد فقير بيروح يشتريها، واحد ظروفه الاقتصاديه تعبانه. ده البلاك فرايدي الحقيقي بقى، لو احنا عايزين نتكلم. ويجب على الدوله، وانا بناشد محافظ القاهره، يدعم الناس دول ويساعدهم على انه يقفوا في مكان، يعني لحد ما يمنعش مرور المشاه، وبالتالي يقدروا يساعدوا في هذه الظروف الاجتماعيه، لانه في ناس بتلجا الى هذا السوق في بعض كثير من الاحيان. لكن عشان نعمم الحكايه دي يا استاذ محمود، يعني احنا محتاجين طبعا، حضرتك بتتكلم على منطقه معينه محدوده بمحافظه معينه، الاوكازيون بالتاكيد بيكون على مستوى القطر بالكامل. يعني النصائح اللي توجهها للتجار لاستغلال هذا الاوكازيون لتحريك المياره كده في البضائع، هل هي عمليه التخفيض في السعر بس، وعايزين نتكلم لسه على مساله الاسعار الوهميه اللي بتعرض؟ يعني اتفضل. انا بقول بصراحه شديده جدا، انتحار اقتصادي ينتحر اقتصاديا ذلك التاجر الذي لا يتواءم مع هذا الاوكازيون الان، لانه في فعلا حاله ركود، ولا يجب في حاله الركود يبقى في تضخم. في الركود المفروض يبقى في تخفيضات وفي تنزيلات، نخلص من بضايعنا دي على الاقل. وانا بقول يا ريت الدوله تساعد المنتجين المصريين على انهم ينتجوا في بلدنا بالمعايير اللي بيعمل بيها الاتراك النهارده بيصدروا لك ليه؟ بيصدروا كل الكميات دي من الملابس وكل الكميات اللي بتجيلنا دي بالمليارات. ليه؟ لانهم للاسف هناك، او لا، احنا مش عارفين نعمل زيهم. بيدي تخفيضات وبيدي اعفاءات وبيدي مليون امتياز عشان يخليه اكثر تنافسيه داخل مصر، بيغرق السوق بتاعي. انا عايز اشغل مصانعي هنا، شغل مصانعنا عشان تعمل حاجه برضو رخيصه وتمثل الناس انهم يشتروها بشكل كويس، ما يبقاش فيها مغالاه ولا يبقى فيها ازمات. تمام، ارجو ان تنتظم معي يا استاذ محمود. برجع للدكتور رامي فهيم. دكتور رامي، حضرتك خبير اقتصادي، يعني هناك اسواق محيطه بنا في حاله عمل مثل هذه الاوكازيونات، هناك عروض بتكون ضخمه وهائله بتخفيضات بالفعل هائله ومنتجات يعني عاليه الجوده، يعني ما الذي يجب ان نتعلمه او يتعلمه تحديدا التجار من هذه الاسواق؟ دكتور رامي، دكتور رامي فهيم، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع دكتور رامي فهيم الخبير الاقتصادي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، ربما نعاود الاتصال به. بعود للأستاذ محمود العسقلاني وبوجه نفس السؤال. أستاذ محمود، يعني الأسواق نشيح، حضرتك ضربت مثل ببعض المنتجات اللي بتأتي من دول الإقليم، يعني المفروض يتعلمه التاجر المصري في مصداقية وجدية في المعروض، جودة المعروض، تخفيض الأسعار حتى يستطيع أن يحرك هذه البضائع. يعني خلينا أقول لك اللي يتعلمه أنه ياخد أقل هامش ربح ممكن. يعني خلينا نتكلم بصراحة، أنا ما زلت أصر وبوجه هذه النصيحة لكل تجارنا وكل منتجينا في مصر. الزبون ده زي الفرخة. الفرخة بتبيض بيضة كل يوم، البيضة دي أنت ممكن تطقشها بقطعة بحتة سمنة وتاكلها وتشبع، وفيها كربوهيدرات وفيها فيتامينات وفيها كل حاجة. ممكن تيجي مرة واحدة تتبع الفرخة دي. فين البيضة بقى اللي كانت بتبيضها الفرخة كل يوم وبتجيب لك رزق كويس؟ الزبون ده زي الفرخة دي، أنت لا يجب أن أنت تذبحه، يجب أن أنت تبقى عندك عناية بيه، أن أنت تحاول تساعده، أن أنت تحاول تفرحه، تحاول تبسطه. كل ما يجي عيد تحاول تنزله في الاسعار عشان يفرح هو واولاده واسرته، لانه الجزء الاجتماعي في التجاره مهم جدا. انت مش شغال في السوق بس عشان تاخد. استاذ محمود، احنا ليه التجار طالما ما بيتعلموش يعني ثقافه جذب المشتري دي وثقافه البيع دي، ليه يعني ايه السبب وراء ان كتير حقيقه من التجار بيتجمدوا في هذه المواقف، بل وبيعتبر يعني بلغه السوق حالها زي ما حضرتك اوضحت ربما اخطف واجري؟ يعني ليه ما بيستفيدوش من هذا الامر وهم بيكونوا الخاسر الاول والاخير في هذا الركود والكساد؟ اتفضل.
هو دي المشكله، ده المشكله. هم بالفعل لا يستفيدوا من هذا الذي يجري حولنا يا فندم. ده انا بقول لحضرتك، مره مراتي كانت في السويد جابت لي 4 قمصان بثمن قميص واحد، بثمن قميص واحد، بيجي عند نهايه الاوكازيون يخلص من البضائع، البضائع اللي عنده هو خلاص كده يعني حقق هامش ربح معقول ومقبول طوال العام. والعروض يا فندم، اسعار العروض على مواقع التواصل الاجتماعي والعروض البيع الالكتروني ايضا ارخص مما يعرض في الاسواق يعني. هو طبعا بتاع التواصل الاجتماعي او التسويق الالكتروني بيبقى عنده ما عندوش ضرائب وما عندوش تامينات وما عندوش اعباء كتيره، وبالتالي بيحاول بقدر ما يستطيع انه يجذب الزبون بالسعر الرخيص عن طريق الانترنت. هي دي فرصته. نعم. فرصته كمان لانه الراجل الثاني عنده حاله تجمد وعنده حاله، يعني مش عايز اقول لحضرتك ده فعلا انتحار اقتصادي، اللي انت يبقى عندك ركود بهذا الشكل وانت ما زالت اسعارك. انا بقى عندي في الفاترين بلاقي حاجات بالافات وب 500 وب 800 ارقام ما حدش هيدفع لهم حاجه في الاسعار دي طبعا. تمام. عايزين نتكلم على الضوابط والاجراءات، يعني حضرتك في كجمعيه حمايه المستهلك ومواطن ضد الغلاء، ايه الاجراءات شايف حضرتك انها يجب ان تتخذ وتكون حاسمه ورادعه لاي من التجار يفكر في مخالفة ضوابط الأوكازيون؟ هو طبعا المخالفة معروف، انت بيبقى في تفتيش على المحلات، في اسعار بتعطى للقطاع التجارة الداخلية قبل الأوكازيون، قبل بداية الأوكازيون، وبيبقى في اقرار بالالتزام بهذه الاسعار في حالة مخالفة هذه الاسعار، او انه يعرض حاجات غير مطابقه للمواصفات او شيء من هذا القبيل، طبعا بيجري التعامل معاه، بيتعمل له محاضر وبيبقى فيها حبس. على فكره قضايا فيها حبس لانها بتنطوي على غش تجاري في كثير من الاحيان، وبالتالي بيبقى فيها يعني موقف صارم. بس احنا يعني انا مش عايز الجا للقانون، يعني عايزه هو كمان مش يعني يفعل قانونه الشخصي، قانونه الانساني، يفعل قانونه الاجتماعي. انا بقول لحضرتك انا مش شغال في السوق بس عشان اكسب فلوس، انا عايز اكسب المجتمع ده، عايز اعمل اللحمه بتاعت المجتمع، البنيه الاجتماعيه دي ما يبقاش فيها هزه، ما يبقاش فيها ازمات، لانه لو حصل فيها ازمات كلنا هنبقى مضارين. كل شخص راجل يبقى نازل عايز يجيب لاولاده كسوه الشتاء ما عندوش ازمه، عنده احساس بانه الفلوس اللي معاه هتقضي. هو ده الكلام المنطقي، لو قدر يعمل الدور الاجتماعي ده هيستمر في تجارته ويكبر ويبقى حاجه كبيره. واحنا من مصلحتنا ان كل تاجر في مصر يبقى اكبر تاجر في الدنيا، ويبقى عنده قدره على المنافسه، وعنده قدره على انه يبقى يعمل كل الحاجات الجميله. لكن برضه احنا نزعل اولى بيأذينا وياخد الفلوس طبعا اللي في جيبنا دون ان يعطينا المقابل الايجابي. يعني احنا بنتكلم على التجار، خلينا نتكلم عن المواطن. شايف حضرتك ازاي ممكن يستفيد المواطن ويستغل هذا الاوكازيون في تعويض فتره ركود الاسواق او عدم قدرته على الشراء بالاسعار اللي كانت معلنه قبل الاوكازيون؟ هو المواطن بامانه عشان نكون صرحاء، الستات على وجه التحديد يعني تقدر تقول يعني ما شاء الله عفاريت في الحكايه دي، يعني مش انه كنت صراحه عارفين المحل اللي بيبيع رخيص وعارفين المحل اللي بيبيع غالي، وهم بيقدروا يفرزوا، خاصه انه في كتير جدا منهم بيروحوا يتسوق وبيروحوا يشوفوا الفاترين فيها ايه قبل الاوكازيون وبعد الاوكازيون. يعني على فكره هم اللي قافشين الحكايه، المراه المصريه ست ناصحه وذكيه وتقدر تشتري بشكل يعني افضل من الرجاله بكتير الحقيقه، الرجاله بيضحك عليهم بالبلدي كده. طيب الاسعار شايف حضرتك هتكون عمليه او معدلات التخفيض يعني عشان تكون متناسبه وما فيهاش اي شكل من اشكال الظلم للطرفين سواء المواطن او للتاجر؟ يعني نسب التخفيضات بنسمع عن ارقام 50% و70% لكنها لا تطبق على ارض الواقع. لو خليني اتكلم كلام مباشر وواضح، بتكلم على جاكيت مثلا معروض ب 1000 جنيه، ارقام طبعا بقت ارقام فلكيه، بيجي في الاوكازيون يقول لك تخفيض 70% ونلاقيه معروض ب 700. يعني مين متحكم في النقطه دي او الفجوه دي ما بين السعر قبل الاوكازيون وما بعد الاوكازيون؟ لا ده كمان بيعملوا حاجات اسوء، يجي يقول لك ايه عندنا تخفيض 50%، تمام، تدخل جوه تلاقي اللي معمول 50 فعليه تخفيض 50% شراب، كرافطه، قميص. صحيح. انما الجاكيت اللي حضرتك بتتكلم عليه ده ممكن ما يبقاش عليه تخفيض الا تخفيض بسيط جدا 5%. وبيحصل تبديل للبضائع وبتتبدل البضائع. يعني بيلعبوا لعبه كده في بعض الاحيان بلاش. انا بقول ده بيضحك على نفسه على فكره، يعني انا بقول اهو هذا الرجل بيضحك على نفسه، بيخدع نفسه مش بيخدع الزبون، لان الزبون مش هتنطلي عليه الحكايه دي،
انا دخلت في مره محل كبير عشان اشوف تخفيض على بدله او حاجه زي كده او جاكيت، ولقيت التخفيض ده مش على الجاكيت ده اساسا، لقيت التخفيض ده على حاجه تانية خالص، يعني حاجه يعني حاجه ما تجيش ب 100 جنيه مثلا ولا حاجه يعني. لكن لما نيجي اجرائيا يا استاذ محمود، مفيش ضابط لهذا الامر يعني؟ لا طبعا في ضابط. في ضابط، وضابط قانوني ولا اي مخالفه لهذا الكلام. ده اسمه حضرتك اعلان مضلل، وده مخاطب باحكام قانون حمايه المستهلك. قانون حمايه المستهلك ممكن يرصده ويعمل له قضيه، لان هو بيعمل اعلان يضلل به المستهلكين، يقول له انا هبيع لك ب 50 ويجي جوه يقول له لا ده انا هبيع لك ب 20، او يجي جوه يقول له لا يا ام 50 كذا واللي معلش. ايوه يعني، وعلى فكره في غالب الاحيان بيبقى يعني عنده حاجات شيطه بلغه التجار، شيطه يعني متخزنه من السنه اللي عدت، بيعرضها باي ثمن، وهي دي اللي بيبقى عليها التخفيض الكبير. نتزكى في الإضرار يا أستاذ محمود للأسف. نعم أستاذ محمود عسقلاني رئيس جمعية مواطنين ضد الرقابة، بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخلة. ومشاهدينا الكرام، كما استوضحنا من خلال المداخلات الهاتفية، لمصلحة الطرفين، لمصلحة التاجر قبل المواطن، التعامل مع الأوكازيون بجدية، طرح بضائع حقيقية جديدة متميزة في الجودة، في المعايير التي تقارن في الأسواق الأخرى، حتى يستطيع التاجر أن يجتذب العديد من الزبائن ويستطيع أن يحرك كم البضائع في المخازن. مشاهدينا، دعونا نتعرف على رأي الشارع المصري حول موضوع الأوكازيون ومطالب وتوجهات المصريين في هذا الشأن، ثم نعاود استقبال مداخلات هاتفية. تابعونا. اكيد بيفرق طبعا، العروض او التخفيضات اللي بتحصل اكيد بتفيد كل حد. انا عن نفسي بحب اشتري حاجات، بشتريها في التخفيضات، اذا كانت اكسسوارات تليفونات، اي هدوم، ملابس، اي حاجه. اللي انا بشوفه في التخفيضات انها بتبقى عباره عن اكذوبه شويه، يعني مثلا بتلاقي يقول لك الموبايل من 5000 ل 3000 جنيه، ده التخفيض، ده اللي بيبقى مكتوب، بس ده ما بيبقاش الحقيقه. فعلا الموبايل كان ب 3 وفعلا بقى ب 5، بس مش عشان هو خفضه، عشان الموبايل خلال الفتره دي سعره بينزل. هو الموبايل مع نزول اصدارات جديده وبتاع سعره نزل لتلات، بس هو الفكره انه بيعمل حته بروباجندا بتاع الدعايه، يقول لك 5 اشطب عليها نزل 3. انا واحد من الناس بستنى الاوكازيون، بس للاسف يعني ما يعني بنتمنى ان تبقى في رقابه بجد، ان احنا ننزل نلاقي فعلا الاثار قبل الاوكازيون بعد الاوكازيون. يعني احنا كنا فاكرين زمان ان كان، يعني انا كنت شغال في محل بتجيلنا لجان تفتيش من وزاره التموين بتشوف الاثار قبل الاوكازيون، الاسعار الفواتير والاسعار بعد الاوكازيون، وكانوا بيفرضوا علينا نسبه الخصم. حلوه في ملابسها، في المعامله، في سعرها، كل حاجه فيها حلوه جميله، فلما اشتري حاجه ما بتاخروش، ومعامله لما ادخل مطلوب الحاجه ممكن اكلم معاه بيكلمني باسلوب حلو، وما باخد الحاجه منه ما بيزعلنيش في السعر ولا بيزعلني في حاجه. بيأثر على حركه البيع والشراء، بيزود حركه البيع والشراء في المحلات اللي بتعمل الاوكازيونات وكده، بس بيأثر على المحلات التانية اللي اسعارها بتبقى عاليه. طبعا بتفرق، يعني انا مثلا احنا كاسره ممكن نكون عايزين نجيب شاشه، ممكن اخش فرع في اي مكان ما بدون ذكر اسماء تلاقي عليها سيل، وفي مكان تاني هي سعرها الطبيعي غالي جدا، فدي بتبقى حاجه حلوه لينا يعني. لا شك ان المواطن ينتظر الاوكازيون، على التجار سرعه الاستجابه والوعي بالتعامل مع هذه الفرصه التي فيها بالتاكيد مكسب للطرفين. دعونا نستقبل مداخلات اخرى، نتعرف على مفردات وتفاصيل اخرى حول الاوكازيون. سيكون مع الهاتف سياده اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حمايه المستهلك، والاستاذ عبد الناصر محمد الخبير الاقتصادي. ابدا مع سياده اللواء. سياده اللواء بعد التحيه، يعني كيف ترى اوكازيون 27 يناير القادم، من امتيازات جديده، من اجراءات جديده، من ضوابط جديده، من منفعه للمواطنين ايضا؟ خلينا نؤكد، اولا مساء الخير عليكم وعلى الساده المشاهدين والمستمعين. بالتاكيد الاوكازيون له ضوابط قانونيه، لابد ان يحصل من يدخل في الاوكازيون على ترخيص من الجهه المعنيه. لابد ان يكون الاوكازيون او الاعلان واضح، لا يقبل اي تاويل، لا يكون فيه تضليل او خداع للمستهلك. يبقى كاتب على الاعلان او التخفيض السعر قبل التخفيض والسعر بعد، وبموجب بيانات رسميه تعطي ثقه للمستهلك. وهذه الجزئيه بتحتاج الى وعي
المستهلك انه يتاكد ان من جوده السلعه من ان العرض حقيقي وليس عرض وهمي. والقانون قانون حمايه المستهلك الجديد 181 سنه 2018 بيضع ضوابط لهذا الامر وبيضع عقوبات رادعه في حاله العروض الوهميه او الاعلانات الخادعه والمضلله. طيب لو خلينا نستبصر الواقع بالفعل، يعني هنيجي ننزل الاوكازيون هنلاقي الاسعار نزلت نزول ضئيل او غير كافي. يعني كنت لسه بتكلم على الاستاذ محمود العسقلاني، يعني جاكيت مثلا على سبيل المثال ما بيبقاش فيه، ربما جاكيت ب 1000 جنيه بينزله يقول 50% تخفيض يبقى 700. السعر ايضا بيكون غالي على المواطن. لما برجع للتاجر بيقول لك انا اشتريته او هو كلف عليا في الفترة الفلانية كذا، وده كان وقت تحريك سعر الصرف، يعني بيكلمني وبيحاسبني على 2016. إزاي التعامل مع هذا التحدي وهذه المشكلة وكشف المصداقية بالنسبة للتاجر في هذه النقطة؟ خلي بال حضرتك، احنا في اقتصاديات السوق مفيش تسعير جبري، سياسة العرض والطلب. تمام. المواطن هو الأساس، المستهلك ووعيه هو الأساس، انه يشوف اذا كان في عنده عرض على سلعة كانت بألف جنيه وخصم 50% بقت بخمسمية، بيتأكد ان هي نفس السلعة بنفس الجودة اللي هو شافها اللي هي بألف جنيه. يعني معلش يا ست، اللي هو يعني انا هنزل النهارده عشان احط عيني على جاكيت، ما انا لازم الاقي نفس الجاكيت بنفس الخصم يقول 50 والاقي هو مش عامل 50. يعني هي هل دي سهله على المواطن انه يتابع كده؟ ده خداع. لو هو اعلن لو هو اعلن 50% وما اعطاش 50 ده خداع وتضليل للمستهلك. يرجع واضح. تمام. الشكوى تكون فين يا فندم وازاي تتفاعل؟ لجهاز حمايه المستهلك يا فندم وكل الجهات الرقابيه. جهاز حمايه المستهلك بيعمل بالتنسيق مع كل الاجهزه المعنيه، بالتنسيق مع رئاسه التموين، مع الرقابه التموينيه. رقم المختصر لجهاز حمايه المستهلك 13588 13588 فورا من نفس مكانه. 19 يا فندم 588. تمام. او خدمه المواطن رقيب عبر الواتساب، لو اي حد عنده مشكله يقدر يوثقها، يبعتها موثقه على الواتساب 0128 166 1880. تمام. طيب هذه الأرقام لشكوى المواطنين. يعني حضرتك شايف إيه الدور اللي ممكن يقوم به التاجر عشان يقدر يحقق هامش ربح بسيط وفي نفس الوقت يقوم بإخراج المخزون الموفور عنده؟ عليه على التاجر أن يتعامل بمصداقية، يتعامل بأمانة، يحترم احتياج المستهلك، يقدم العرض واضح، يقدم يحصل على رخصة بالدخول في الأوكازيون، أن يكون الإعلان واضح، أن تكون ذات السلعة اللي عليها العرض هي ذات السلعة المقدمة للمواطن، أنه يكتب الإعلان لما يقول 50% يكتبها بشكل واضح. بتلاقي حضرتك بقى من ضمن السلبيات أنه يكتب العرض 70% خصم. نعم. ويجي وتلاقي جنبها كلمة up to أو حتى بخط صغير كده ما حدش شايف، هو شايف أنها 70 لكن هو في الآخر بيقول لك حتى 70، يعني ممكن تبقى 1% ممكن يبقى ما فيش. تمام. وساعات بيكتب 70% على البضائع تخش جواه يقول لك ده مش ده اللي داخل عليه 70. لما تدخل جوه العرض تلاقي قطعه مهمله او قطعه ماهيش جوده وكلام من ده، يقول لك لا ده هي دي بس ده عليها العرض 70%. وقتنا انتهى. هو كده ضل للمستهلك. وقتنا انتهى ست لواء، بس ارجو اعاده الرقم السريع. الرقم الاولاني لحمايه المستهلك 19588. رقم الواتساب كام يا فندم؟ 0128 166 1880. سيادة اللواء جهاز حماية المستهلك. تمام. بخلاف تلقي الشكاوي الجهاز من خلال سيارات الضبطية القضائية موجود بالتنسيق مع مباحث التموين والرقابة التموينية، يتابع هذه العروض وبيتم ضبط أي مخالفات وإحالتها للنيابة العامة. تمام. سيادة اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، للأسف مش هنستقبل الأستاذ عبد الناصر، وقت البرنامج انتهى، لكن بعيد على حضراتكم. طيب أعيد الأرقام بسرعة بتاعت حماية المستهلك 19588 012 8166 1880. لسه الأستاذ عبد الناصر معنا. عفوا الأستاذ عبد الناصر، يعني بعد التحية في عجالة، ايه الطلبات حضرتك شايفك خبير اقتصادي اللي يجب ان تتحقق في اوكازيون ناجح في نقاط رجاء ثواني هي المتبقيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو يجب طبعا زي ما قال سياده اللواء راضي عبد المعطي ان هو يبقى فيه تكثيف للحملات الرقابيه اللي هي المختص بها وزاره التموين وجهاز حمايه المستهلك للتاكد من ان هذه العروض عروض حقيقيه وليست وهميه.
وبالاضافه لكده وانا في اعتقادي ان هي دايما بتبقى العروض فعلا حقيقيه لسبب بسيط، لان هو التاجر في بادئ الامر هو بيكسب مكاسب كبيره جدا بالنسبه لاقطاع الملابس، يعني بتخش مثلا في حدود 200 او 300%، فكون ان هو نفاجئ بان القطعه مثلا سواء جاكيت او بنطلون او اي حاجه نازله 100 جنيه احنا بنتفاجئ ونقول ده ازاي وازاي ده حصل، لكن هو في المقام الاول هو بيبقى مبالغ قوي في ارباحه في بدايه الموسم وبيستغل فتره الاوكازيون ان هو يخفض التخفيض اللي احنا بنشوفه. يعني هي النقطه الرئيسيه بخلص من حضرتك انها تكون تخفيضات حقيقيه على منتجات ذات جوده ومقاييس ومعايير تستطيع المنافسه. استاذ محمد عبد الناصر محمد خبير اقتصادي بشكر حضرتك شكرا جزيلا وعذرا يعني عن انتظار وقت البرنامج، بشكرك على هذه المداخلة. مشاهدينا الكرام قبل أن أترككم كما تعودنا أعرض عليكم سؤال حلقة الغد، والسؤال يقول كيف ترى أهمية تضافر جهود المجتمع في مواجهة الإرهاب؟ أعيد السؤال مرة أخرى، كيف ترى أهمية تضافر جهود المجتمع في مواجهة الإرهاب؟ إلى اللقاء في حلقة الغد، ملف جديد وفريق عمل جديد، ودائما ننتظر مشاركات من حضراتكم. دمتم في أمان الله.